السلام عليكم. اليوم حبينا نوقف على مستوى تقدم الأشغال بالمحطات نتاع مترو الجزائر على الخط نتاع الحراش باتجاه مطار هواري بومدين. بعد ما درنا في فيديو من قبل هذه في مدة أسبوع درنا فيديو حول المحطات نتاع التوسعة باتجاه براقي، اليوم سنقف على مستوى تقدم الأشغال بالمحطات التسعة المتواجدة على طول التوسعة هذه بين الحراش ومطار هواري بومدين على امتداد 8.3 كيلومتر. إذا واللي نعرفوا بلي إنها مشاريع ضخمة وتطلب ميزانيات ثقيلة، يعني مش سهلة باش إنسان ينتج محطة بهذا الحجم على علو 50-60 متر. المحطات هذه راهي 3-4 طبقات تحت الأرض، الإنسان لازم يحط هذه المشاريع في الحجم نتاعها الحقيقي. وثمانية محطات أو 9 محطات في هذا الخط، فيعتبر هذا إنجاز عظيم بالنسبة للجزائر وللجزائريين. نترككم تتابعون إذن هذا الفيديو رائع حول مستوى تقدم الأشغال بالمحطات مترو الجزائر على طول خط التوسعة باتجاه مطار هواري بومدين، والسلام عليكم. صورتي ديرها من هنا، ديرها الفوق كاع كيما راهم قاريات. داكور.
دير هازول دو فواتير ومن بعد نشوفو سي جامي نلقاو لومبوتياج بزاف نزيدو دو فواتير. I'm going to miss the number.